تسليما بالإسراء سواء كان واقعا باليقظة أم بالمنام. أما حادثة المعراج فلا أثر لها في التنزيل الحكيم، وما قيل عن أن الآيات الأولى من سورة النجم تقصد المعراج لا نرى صحة فيه. فالرسول الكريم رأى جبريل على الأرض، والرسول الكريم لا ينطق التنزيل عن الهوى وإنما عن الوحي الذي رآه بأم عينه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الفائدة من نبش هكذا موضوع